السلام عليكم يا فنانين، يا رب تكونوا بخير دايما. احنا النهارده هنبدأ نكمل البورتريه بألوان الباستل. اكتر حاجة نركز عليها النهارده هي الشعر والشنب والدقن والحواجب. بس طبعا عشان نقدر نعمل الشنب والدقن هنا هنضطر ان احنا نعمل الشفايف الأول. اوكي، هي الشفايف لونها مشابه جدا بدرجات البشرة، بس رايحة اكتر في البينك والنبيتي وكده، بس هي شبه درجات البشرة جدا جدا. انا هبدأ بدرجة وسط. اصلا الشفايف شكلها هيبان قوي من الشنب والدقن، انما دلوقتي احنا بنظللها هنحس ان هي شكلها غريب ومش شبهها، بس اول ما نكمل تظليل الدنيا كلها هتوضح. هظبط الغامق اللي في النص. هبدأ في الأجزاء الفاتحة دي، أدمج بفاتح شوية وهعيد نفس الخطوات عادي. وبعدين بعد ما أكون ظبطت الدرجات هبدأ في إن أنا أعمل تفاصيل. احنا زي ما اتفقنا مع رفتنا احنا هنرسم بس النص، يعني مفيش أي داعي إن احنا نكمل النص ده خالص، إنه نفس الفكرة يعني. خلينا بس في نص. عشان اصلا نقدر ان احنا نرسم الشنب والدقن لازم اي اجزاء من البشرة الزهرة دي تكون اتظللت، فهبدأ اعمل ده دلوقتي. كل اللي احنا بنعمله ده ليه لازم يتعمل؟ علشان لما نيجي نرسم هنا الدقن، الشعر الابيض ده تحتيه في بشرة، فلازم هي اللي تتعمل اول عشان احنا نشوف البشرة دي. مينفعش اعمل الحاجة قدام واللي وراها لسه ما اتعملش. احنا دايما بنرسم من بعيد لقريب، الحاجة اللي ورا الاول هنا الرقبة، بعد كده قدامها الدقن والشعر الابيض ده. هسيح بدرجة فتحة شوية وبعد كده برجع تاني لو احتجت اغمق كمان مرة. اوكي، دلوقتي هبدأ ان انا اعمل الشنب والدقن. اول حاجة هنعمل الشعر كله اسود، وبعد كده هنبدأ نعمل الفاتح بس بهتان شوية، بعد كده الفاتح اكتر، وبعدين افتح حاجة.
انا دلوقتي شغاله في الاماكن اللي كده كده انا مش لازم يكون سن القلم رفيع، انما في الاجزاء اللي هي بتاعت منبت الشعر بالظبط دي انا هستنى اعملها في الاخر يكون سن القلم رفيع قوي واكون مظبطه الدنيا ليها كويس. دلوقتي انا هستخدم قلم تسيح عشان بس انا مش عايزه انه نملى المساحه كلها اسود ويبقى صعب عليا ان احط الشعر الفاتح، انا عايزه اللي هي تبقى لونها اسود باقل كميه بودر ممكنه، عشان كده الاحسن ان احنا نسيح في حاله زي كده. هنسيح طبقه وبعد كده نرجع نزود تاني. اول حاجه هعملها هي ان انا هبدا ارجع ازود الاسود واعمل بقى السمك بتاعه الصح. بس قبل ما اكمله هنا انا عايزه اخلص الشفايف على الاقل اللي فوق، لان هي الشعر هيبدا ينزل عليها ومش هقدر اتحكم فيها تاني، فهديها شويه تفاصيل بسيط بدرجات افتح ودرجات اغمق، حاجات بسيطه يعني مش هعمل فيها شغل كتير. طيب دلوقتي لما ابقى عايزه اعمل شعرايه سودة ورفيعه جدا انا ممكن استخدم حاجه من الاتنين، اما الحبر او القلم الخشب الاسود، الاتنين هينفعوا. هو الحبر بس ممكن يبدا يقطع على الباستل لانه فيه بودر كتير وكده، اوكي تمام. بصوا احلى افكت بصراحه جاي من القلم الحبر. طيب انما في البدايه مثلا بتبقى فوق دي احنا عايزينه يبقى شعرايه رفيعه في نفس الوقت ما تبقاش تقيله قوي، فمش عارفه اعملها كده بالحبر، يبقى الاحسن نعملها بالقلم الخشب، نكون مرفعين بس السن بتاعه. على فكره ممكن برضو نعملها ببني غامق لانه اصلا في الحته دي هي درجتها فاتحه، فعلا الاحسن نعملها بدرجه بني غامق. برضو القلم ده ممكن نعمل بيه هنا شوية مسام. بصوا ايدي بتسرح في التفاصيل، مش قادرة ايدي بتاكلني في التفاصيل. اوكي طيب هنا احنا عملنا الاطراف الشعر اللي فوق، وبعدين في تاني، بس خلوا بالكوا حاجة، القلم الخشب مش بعرف اكتب فوقيه بالباستل، فهحاول ما استخدمش الخشب غير في الاخر في الفينيشينج خالص. اي حاجة لو اقدر اعملها بباستل او بفحم اوكي احسن، علشان احنا لسه هنعمل الشعر الابيض فوقيه.
ممكن الجزء اللي هنا ده قبل ما ابدا ان انا احط فيه برضو منبت الشعر، اعمل التفاصيل بتاعته كلها، يعني في اجزاء مثلا افتح شويه، عشان مجرد ما احط الشعر في حاجات انا مش هقدر اعملها تاني. هبدا برضو احاول هنا منبت الشعر، هنا البني مش باين قوي فهستخدم الاسود الخشب، منبت الشعر اللي هو رفيع قوي هنا. هنا برضو في شوية شعر كده على خفيف. طيب انا دلوقتي نبدأ نعمل اخر طبقة من الاسود اللي هي مش هتتسيح، الحاجات اللي انا شايفاها اسود جدا جدا مش هسيحها تاني، وبعدها نبدأ نعمل الشعر الابيض على طول. تمام، دلوقتي هنبدأ نعمل اضاءات. لو احنا هنبدأ نستخدم على طول القلم الابيض، يبقى اول حاجة هبدأ وايدي خفيفة، او ممكن احنا نبدأ بدرجة تانية فاتحة مثلا من الرمادي مش ابيض على طول. خليني هقول ان انتم مش هيكون معاكم درجات كتير، فهنبدأ بالابيض. هبدأ ايدي خفيفة جدا، احاول اعمل درجات، بس طبعا يبقى سن القلم رفيع. وزي ما احنا عارفين ان مش شرط الشعرية كلها يكون لونها ابيض نفس الدرجة، يعني هبدأ اعمل الدرجة الاولى في كله، وبعد كده هنرجع نظبطها ونشوف ايه اللي عايز يتعدل، مثلا ايه ممكن اجزاء منها تتغمق. ايدي خفيفة جدا، مش عايزة اجيب افتح درجة لسه دلوقتي. برضو المفروض ان انا ببدأ من تحت لفوق، يعني المفروض انه ابدأ هنا تحت الاول بعد كده اللي فوق، لان اللي فوق بيجي على اللي تحت. بعدين اجزاء معينة هبدأ اتقل فيها شوية، يعني ممكن مثلا جزء من الشعراية اتقل فيه. هنا اصلا كثافة الشعر الابيض اكتر بكتير لسه، هو اصلا على فكرة الشعر الابيض مندي على زيتي شوية، فاحنا لو معانا درجة فاتحة ومدي على زيتي انا معايا ممكن نستخدمها مثلا درجة زي دي، هتكون احسن. بس انا عايزه اشتغل بالحاجات اللي معاكم، بس هوريكم برضه هو نفس الافكت هيكون. او في حل بعد ما اخلص ان انا امشي بدرجه زيتي حتى لو غامقه شويه كده يعني، بس هو هتقلل لي حبه من التفاصيل وارجع تاني ازودها. مش عارفه باين على الكاميرا الفرق بين اللونين ولا لا، بس هو عامه فرق بسيط جدا. هكمل بالابيض. هنرجع تاني بالاسود نغمق اكتر على الحاجات اللي هي المفروض تتغمق. هنفضل لعلم الطبقات دي شوية نغمق اجزاء خدت ابيض كتير المفروض تبقى اسود، وبعد كده نرجع تاني نحط شعر ابيض وهكذا لحد ما نحس ان احنا وصلنا زي الصورة الاصلية او شبه الافكت بتاعها بالظبط.
كل ما كنتوا مكبرين مساحة الرسمة كل ما كنتوا هتعرفوا تعملوا عدد شعرات اكتر وتفاصيل اكتر. بس وممكن بقى نفضل نكمل في تفاصيل لحد ما نحس انه خلاص احنا زيها بالظبط. طيب هنعمل الشعر لانه شبه نفس الموضوع بالظبط، او خلينا بص احنا لو عملنا هنا دلوقتي الشعر بقى جينا نعمل حواجب هنسند على الشعر وده ممكن يخلي الشعر يبوظ، فخلينا نعمل اول الحواجب بعد كده هنعمل الشعر. طيب الحاجب هو اصلا معظمه باين تظليل درجة بشرة بس غامقة شوية وبعد كده في عليها شعر بسيط، فالأول هدي التظليل ده هسيح التظليل ده في شكل ان انا ايه بعمل شوية شعر كده على خفيف. هزود اورنج ونبيتي وبعدين هنكمل تظليل بقى شعر، بس الدرجة نفسها عايزة تغمق شوية. ممكن من دلوقتي خليني نشتغل في اتجاهات الشعر احسن. هبدأ ادخل اسود كمان هو الحاجب عنده مش باين قوي الشعر داخل في التظليل يعني، فكأني هعمل دلوقتي بظلل بس في اتجاهات الشعر هشتغلها بالطريقة دي. علشان ما يبقاش من فوق خشنة كده فهحاول ندي درجة من درجات البشرة من فوق، هو اصلا الجزء ده فوق فاتح ممكن احط درجة فاتحة شوية. هو بس الهدف من الجزء ده ان انا اعرف ارسم الحاجب عليها كويس. طيب انا دلوقتي قدامي حل من اتنين، اما هكمل بالباستل او هعمل بالخشب، بس انا عندي فيه شعرات فاتحة فالاول دي ممكن على الاقل هعملها بالباستل بعد كده اكمل خشب احسن، لانه الشعرات الرفيعة دي تطلع معايا احلى بكتير قوي بألوان الخشب. هبدأ الاول في ألوان الخشب بني بعد كده هشتغل اسود. طبعا بني بالذات في الاطراف فوق كده تمام. دلوقتي بقى نعمل الشعر. طبعا الشعر هنا مساحة كبيرة شوية واللي هي اصلا داخلة كمان مع الخلفية، فانا هعمل الاول بصباع بس عشان مساحة كبيرة استخدم الصباع ده وهنغمق كويس قوي قوي الاول وبعد كده نكمل الشعر. دلوقتي وانا بسيح بصباعي باخد البودر دي وبضغطها جوه، يعني انا عايزة انه
تبقى اسود خالص. اوكي، كل ده المفروض يتعمل في كله للاخر، يعني الجزء بتاع الشعر والخلفية. ولما احس ان خلاص انا مش محتاجة البودرة دي ببدأ انفخها. ببدأ هنا يعني ادمج الاتنين في بعض على خفيف كده. انا مش عايزة فاصل بين الخلفية والوش، ان هو في الصورة مفيش فاصل، تحسوا الاتنين داخلين في بعض كده شوية. اوكي تمام، ممكن نسيبها كده. الشعر هنعمله بنفس طريقة الشنب والدان، بس بقى مثلا الشعر فيها اضاءات رايحة شوية على الجولد، حب مثلا ممكن لون زي ده، بس نبرس ان القلم احسن من اكتر من كده. ببدأ ارسم الاول وايدي خفيفة جدا، انا حتى حاسه ان دي مش باينه على الكاميرا. هعمل اول اوت لاين لكل الشعر. نعمل هنا كمان. طبعا اي شعر احس ان هي مش عجباني وعايزه اداريها باسود وهعرف اداريها. اوكي تمام كده، مثلا ايه عملت كانه الاوت لاين بتاعي. هبدا مثلا بدرجات افتح شويه، ابدا ارسم ابين اكتر في الشعر برضو على حسب لونه. لو هو مدي على درجة من درجات البشرة ولا أبيض على طول كده يعني. كده بدأ أهو يظهر على الكاميرا. هعمل طرف القلم بقى، هعمل شوية شعرات خفيفة اكتر. هبدأ بقى امسك درجات الافتح، وفي نص مثلا الجزء هنا ده انا عاملاه في نصه بدأ يظهر اضاءة هنا مثلا، فاعمله واسيحه على الناحيتين. هنا نفس الكلام، كل شعرات هتلاقوا كده، تلاقوا في حتة معينة بتلقط اضاءة اكتر الإضاءة بتبدأ تقل. ده مش أبيض على فكرة، ده درجة اللي هي درجة من درجات البشرة بس فاتحة أوي عشان تبقى متساحة حلو. فهرجع تاني عليها باللون الأولاني اللي أنا اشتغلت بيه. طيب لو حسينا إن في شعرات تخنت مثلا، برجع تاني بأسود وأرفع بس بكل بساطة. بعدين برضو في الاخر برجع استخدم الفحم الابيض برضو في الاضاءة الاقوى اكتر، مثلا هنا في النص بقى يكون ابيض مدرجة فوق تحت. بصوا منورة ازاي، بس اهم حاجة تتدرج حلو. مثلا تعالوا نعملها هنا برضو، هضغط كده جامد هنا في النص، بعدين اسحبها على فوق اسحبها على تحت. مش لازم في كل حتة بقى اضغط جامد كده، يعني تبقى حتت وحتة.
اظن ما فيش اسهل من كده، تحفة جدا. وما ما فيش، هو اصلا ما فيش شعر باين، هو بس مجرد اضاءات، مع ان شكلها مبهر يعني، واللي هو تحس ان الشعر اتعمل ازاي كده ودخل في الخلفية، بس هو سهل جدا ما فيش اي حاجة. دي فكرة الشعر فيه كله يعني، كل الاجزاء بتاعت الشعر من بره هتتعمل بنفس الطريقة. بس ده البستل من الخامات السهلة جدا، بس هو مشكلته ان صعب نحافظ عليه يعني، هو لازم بعد ما يخلص اما يترش بمثبت كويس وبطريقة كويسة، او يتحط في برواز ازاز على طول او فايل شفاف. المهم ان احنا نحافظ عليه، انه الالوان لو احنا مشينا عليها كده ممكن كلها تدخل في بعض وتسيح ويضيع كل الشغل والمجهود اللي احنا عملناه. بس كده، يا رب يكون المعلومات سهلة وبسيطة عليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.